بعد فترة من التحضيرات وتدريبات على الملعب الفرعي لنادي الريان، جاء موعد المواجهة الأولى من دوري نجوم QNB والتي تجمع فريقنا مع أم سلال على ملعب جاسم بن حمد. جماهيرنا الوفية كانت كعادتها حاضرة لمؤازرة الرهيب وسط توقعات متفائلة لانطلاقة الموسم. إن شاء الله 3-1 الريان. أتوقع الريان 2-0 إن شاء الله. إن شاء الله الريان 3-0. وقد ضمت قائمة البداية للمدرب أجيري كلا من سيباستيا سوريا، تباتا، جمعة، عبد العزيز حاتم، فرانكوم، ياسين إبراهيمي، محمد علاء، دام تراوري، لي، هزاع وفهد يونس في حراسة المرمى. مع بداية المباراة كان التفوق لأم سلال في الدقيقة 5، وسرعان ما جاء الرد الرياني بلمسة رائعة من الكوري لي مستغلا العرضية النموذجية من عبد العزيز حاتم في الدقيقة 7. وبعد نصف ساعة من اللعب سجل القائد تباتا مخالفة مباغتة لحارس أم سلال ومنح الريان التقدم بهدفين لهدف. وفي الشوط الثاني لم نحافظ على تقدمنا وأدرك أم سلال التعادل لتنتهي المباراة بلا غالب ولا مغلوب بنتيجة هدفين لكل فريق. نقطة في البداية سيتم البناء عليها لبقية المشوار الذي يحتاج إلى نفس طويل، والقادم سيكون أفضل وفقا لتوقعات لاعبنا عبد العزيز حاتم. أعتقد أن دائما يعني أول مباراة تكون دائما صعبة، الكل اجتهد قدمنا اللي علينا، أكيد طبعا مش طموح نادي الريان نطلع بهاي المستوى، بس الفريق جديد ومحتاج شوية وقت أكيد يعني نتأقلم أكثر مع بعض، باقي لنا محترف وإن شاء الله أول ما تكتمل الصفوف أعتقد الفريق بيكون بشكل ثاني ونكون أحسن من تيب كثير.